بكرة هيبقى في حدث مهم جدا، الإعلان عن الجوائز الخاصة بمسابقة المبدع الصغير. المبدع الصغير دي مسابقة ودي منافسة كان انطلقت في أو تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي، ودي تحت رعاية السيدة الفاضلة انصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية. مبادرة مهمة و يعني منافسة مهمة جدا، مش بس عشان يفوز فيها مجموعة من الأطفال المبدعين تحت 18 سنة، ولكن لتشجيع الأطفال والفئة العمرية دي على الابتكار، خصوصا إن هي بتدور في ثلاث منافسات. منافسة خاصة بالإبداع والابتكار بقى التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وما إلى ذلك. الفرع الثاني في الآداب بنتكلم على القصة، الشعر، المسرح. الشعبة الثالثة أو القسم الثالث في المسابقة ما يتعلق بالفنون، وده هيكون في الرسم والعزف والغناء في مرحلتين عمريتين، واحدة من 5 سنين ل 12 سنة والتانية من 12 ل 18 سنة. بكرة إن شاء الله هيتم إعلان أسماء الفائزين. برحب بدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. دكتور إيناس مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك ومبروك للأهلي ومبروك لمصر. الله يخلي حضرتك ويبارك فيك ومبروك لحضرتك، أنا عارف إن حضرتك أهلاوية. مش كده برضه؟ عشان كده مبسوطة. ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. طيب شيء جميل يا دكتور الحقيقة إن يبقى في شكل من أشكال الرعاية للإبداع، سواء كان في الكورة، كان في الفن، كان في أي مجال، وأعتقد ده شيء مهم جدا. طبعا في شك الحقيقه، يعني انا سعيده جدا ان احنا بنعلن بكره باذن الله اسماء الفائزين بجائزه الدوله للمبدع الصغير، وهي جائزه مش مسابقه، لان في فرق كبير جدا بين جوائز الدوله وبين المسابقات. طبعا المسابقات يعني جهات كتير بتقدمها واحنا كوزاره بنقدم العديد منها، ولكن دي لاول مره بتنشأ هذه الجائزه، جائزه الدوله بتضاهي جوائز الابداع وجوائز الدوله عموما، ولكن هي المرحله العمريه يعني صغيرين بالنسبه للطفل وبالنسبه للناشئ، واحنا قسمناهم فعلا من 5 ل 12 سنه ومن 12 ل 18 سنه. الحقيقه يعني احنا لما تم الاعلان عن هذه الجائزه بعد طبعا اتخاذ كل الاجراءات، يتقدم لنا اعداد كبيره جدا جدا، فاقت ال 4600 مبدع. 4600 من محافظات كتيره جدا جدا، من القاهره والجيزه واسكندريه وسوهاج والشرقيه، يعني 27 محافظه تقريبا. وبعدين حصرنا طبعا اعداد المتقدمين ونسبه الذكور ونسبه الاناث، فوجدنا ان في كل مرحله تقريبا نسبه الاناث ضعف الذكور. فدي بس يعني الاطفال المبدعين الاناث ضعف المبدعين الذكور. يا لا، هو اللي هم اللي قدموا الحقيقه. بتكلم على العينه اللي قدمت يعني ال 4600. وطبعا في زي ما حضرتك ذكرت الفروع، القصه والشعر والمسرح والرسم والعزف والغناء والتطبيقات والمواقع الالكترونيه. لكن عايز اقول لحضرتك ان يعني كل سنه المفروض ان في قانون هذه الجائزه ان في كل سنه من حق اللجنه العليا ان هي تغير الافرع، لان طبعا في المجال الاداب والفنون والثقافه بشكل عام في طبعا محاور كثيره جدا جدا عشان نقدر ان احنا ندي فرصه كثيره يعني في نواحي ابداع كتير، يعني مثلا بنتكلم على الاداب، قصه، شعر، مسرح، ممكن السنه الجايه يكون في فروع تانية غير القصه والشعر والمسرح في الاداب يعني. بالظبط كده. وكذلك في الفنون، رسم، عزف، غناء. والجميل الحقيقه ان شارك معانا كمان ذوي الهمم، وايضا يتقدم لنا كثير اولاد من دور وجمعيات الرعايه، يعني الحقيقه كان شيء عظيم. هل هيبقى ليهم جائزه خاصه سياده الوزيره للاطفال من ذوي الهمم؟ لا الحقيقه هي الجائزه دايما جوائز الدوله هي بتكون يعني بلا تمييز، لان احنا حتى لما هنشوف النتائج باذن الله هنشعر بهذا بشكل قوي جدا. يعني في اطفال فائزين من ذوي الهمم؟ دي النتيجه لازم هتعلن بكره. حبيت اخد صفقه كده قبل الاعلان. احب اقول لحضرتك ان الحقيقه وزاره الثقافه في كتير من هيئاتها احنا بنتقدم كتير مسابقات خصيصا لذوي الهمم، ويعني في مجالات متنوعه بشكل كبير جدا، ولكن هذه الجائزه بلا تمييز الحقيقه. عظيم. اكيد هيبقى في
بكره توضيح لاكثر المجالات اللي كان فيها طبعا اقبال وفيها ابداعي. فهل وممكن ده يكون مؤشر اكيد للدوله، لوزاره التربيه والتعليم وحضرتكم في وزاره الثقافه على اتجاهات النشأ تحت 18 سنه. فهل هل في فرع من الفروع الثلاثه كان فيها اقبال او كثافه في المنتج الابداعي للاطفال سواء كان في الاداب او في الفنون او في الابداع والابتكار؟ الحقيقه يعني طبعا في كان في نسب عاليه جدا، ولكن يمكن النسبه الاكبر كانت في الاداب وفي الفنون. اداب وفنون. ولكن في الابتكار الحقيقه احنا فوجئنا بالمشاريع اللي كانت مقدمه، شيء يعني عظيم جدا جدا على الرغم من المرحله العمريه صغيره، ولكن هنفاجئ بكره باذن الله من النتيجه. بس انا احب اوضح لحضرتك ان الحقيقه يعني هذه الجائزه او هذه يعني المبادره نفسها هي بالتنسيق الحقيقه مع اكثر من جهه، يعني احنا كمان منسقين طبعا مع وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب، لان عشان نقدر نوصل لمحافظات مصر كلها يعني تم التنسيق مع جهات كثيره جدا علشان نقدر نوصل لشريحه الاطفال والمبدعين في كل الاماكن. نتوقع ان شاء الله يكون في مفاجآت تانية للاطفال، ان كل ده هم يعني في اطار بناء الانسان المصري اللي بعد 10 سنين 20 سنة هو اللي هيقود البلد. فهل نتوقع يعني على هذه الشاكلة من المسابقات او التحفيز للاطفال في مصر من وزارة الثقافة؟ طبعا يا فندم، احنا اساسا طبعا غير الجوائز او غير قيمة الجائزة، لكن الحقيقه هو من اهم اللي هيحدث بعد كده رعايه هؤلاء الاطفال والشباب دول، هيتم رعايتهم من خلال وزاره الثقافه مع اكثر من جهه الحقيقه، لان هو ده اللي هيكون اهم، لان يعني ان طفل يحصل على هذه الجائزه في السن ده، فاعتقد ان ده دافع كبير جدا جدا لرسم مستقبل مختلف ومتنوع. اكيد. زائد كمان تسمح لي ان انا احيي الحقيقه الاسر اللي راعت هذه المواهب، لان ده مهم جدا جدا، وخاصه لما بيكون اتقدم لنا تنوع كبير كده، وخاصه الجمعيات اللي اتقدم منها ودور جمعيات الرعايه، فده شيء عظيم جدا، هيديهم كل الاحترام لرعايه هذه المواهب. ممتاز. ده ياخدنا اكيد سيادة الوزيره لمعرض القاهره الدولي للكتاب واثره السنوي على فكره الثقافه والعلم والمعرفه، لانه واحد من اهم روافد المعرفه في مصر الحقيقه معرض القاهره الدولي للكتاب، واجيال كتير تخرجت يعني معرفيا من ما بين اجنحه هذا المعرض وبين طرقات هذا المعرض. ايه السنه دي التحدي او الهدف لوزاره الثقافه ولحضرتك في معرض الكتاب ايه؟ الحقيقه هو السنه دي التحدي في كل شيء يعني احنا بنعيشه، لان الظروف والاحداث اللي بيمر بيها العالم كله طبعا، ومواجهه كورونا وجائحه كورونا، صعب امور كثيره جدا، ولكن الدوله الحقيقه الدوله المصريه مصره على مواجهه هذا التحدي، فاحنا اكتسبنا هذه الثقه وفعلنا كل فعاليات تقريبا اللي بتقدمها وزاره الثقافه الحمد لله حتى الان، واهمها طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب. المعرض كان لازم طبعا، هو تم تاجيله من شهر يناير ل 30/6، ولكن ده سمح لينا ان احنا عدينا المنصه الالكترونيه، ودي كانت هامه جدا جدا، لان من خلالها بيتم تنسيق العديد من الامور اللي تخص المعرض، واهمها حجز التذاكر واللي هي مجانا هذا العام، وايضا كمان الشراء وزياره المعرض افتراضي علشان طبعا النسب، احنا مضطرين طبعا ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، فيمكن النسب مش هتكون زي الاعداد السابقه، ولكن احنا يعني ازدنا في ايام المعرض الحقيقه عشان ندي مساحه للجمهور للحضور. ولكن اقامه المعرض في حد ذاته فهذا تحدي كبير جدا، لان كلنا نعلم ان معظم معارض الكتاب على مستوى العالم اجلت او الغيت او تمت بشكل مصغر جدا، لكن نقدر نقول ان معرض القاهره الدولي للكتاب هو الحدث الاعظم اللي بيحدث هذا العام في كم الناشرين اللي موجودين فيه، 1218 ناشر. مزبوط. يعني في ظل هذه الظروف يمكن احنا الدوله الوحيده اللي نجحت ان هي تقدر يكون عندها هذا العدد. ده شيء الحقيقه ممتاز جدا، وبحيي حضرتك والقائمين على المعرض في فكره الشق الافتراضي سواء للاقسام سواء للندوات او للفعاليات، عشان مش بس ان انا يعني اقدر اجي، ولكن حتى افتراضيا ممكن اقدر اتابع واستفيد بفعاليات المعرض.
بإذن الله إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الله، وزيرة الثقافة، شكرا جزيلا لحضرتك.